معشومه العاشق اللي هو ما يقدرش يعيش من غير حب. احنا معانا النهارده رجل برج الدلو. راجل برج الدلو يا جماعه ما يقدرش يعيش من غير حب. الحب بالنسبه له زي حريته بالظبط، ما يقدرش يستغنى عنه. الاثنين دول حب وحريه وخلاص، مش عايز حاجه تانية من الدنيا، دول اهم حاجه عنده. رجل برج الثور كريم جدا وحنين جدا وعطوف وله كاريزما. راجل بيهتم بمظهره جدا، بيهتم ببرفاناته، بيهتم بلبسه، بيهتم بعربيته، بيشوف ان الحاجات دي جزء من شخصيته، بيشوف ان دايما لما قابل حد بالطلة بتاعتي دي وبكاريزمتي دي فهو هيعرف انا مين. دايما عنده عزة نفس جامدة قوي وعنده حضور. لما يقعد معاك في قعدة في الاول كده تحس ان هو مغرور او متكبر، اديله بس ربع ساعة نص ساعة كده ياخد عليك، هتلاقي حد ابسط ما يكون، هتلاقي حد معاك يعني كأنك كنت معاه امبارح. مفيش حد يقعد مع برج الدلو الا لما يقوله انا حاسس ان انا عرفك من زمان. هو ده برج الدلو، تقعد معاه تحس انت تعرفه من زمان، تتكلم معاه تحس ان هو اخوك صاحبك عشرة بينكم من اول مرة تتقابله. راجل برج الدلو في الحب رومانسي جدا جدا جدا، بس مشكلته ان هو بيمل بسرعة، بيزهق دايما. عايز الست اللي تفهمه. تفهمه ازاي بقى؟ عايز الست المتجددة، عايز الست اللي هي كل يوم بشكل، كل يوم بلوك جديد، كل يوم باهتمامات جديدة، كل يوم ليها كاريزما مختلفة. يعني طولت شعرك شهرين ثلاثة وراحت قصيته مثلا، هو مش هيزعل ان انت قصيتي شعرك، قد ما هيفرح ان انت غيرتي اللوك بتاعك وجددتي. بتلبسي مثلا بنطلونات على طول، مرة لبستي دريس بينبهر جدا، بيحس ان انت الله انت بتغيري في نفسك. بيحب جدا 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 الست الذكية، الست الطيبة. دايما برج الدلو بتأثره جدا الحنية والطيبة، ما بيحبش العند مع ان هو اكبر برج عندي، عند رهيب. برج الدلو في العند ملوش حل، عندي بس طيب وبيهدى بسرعة، وزعله مش وحش، زعله مقدور عليه وتقدر تراضيه بسهولة. يعني بمجرد ان انت اصلا برج الدلو ممكن تبقى في بينك وبينه زعل وتقابله بعد يومين ثلاثة خلاص هو نسي الزعل، تاخدوا بعض تنسوا اصلا انتوا كنتوا مختلفين على ايه، يعني هي كانت ايه المشكلة. هو ده برج الدلو، بينسى عكس ابراج تانية كتير. في برج زي برج الثور ده ما ينساش ابدا، لو عملت له ايه هو ما بينساش، لو شافك بعد 100 سنه هو عارف ان انت اذيته واستحاله يقرب منك تاني. لكن راجل برج الدلو لا خالص، بعد يومين تتقابله كان مفيش حاجه حصلت، ولا كان في ايه ده انت كنت فين، ده كنت انت مختفي ليه، ده انت وحشني. ده برج الدلو يا جماعه، عندهم صفات جميله جدا 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 وحياه اجتماعيه سلسه وسهله ومرنه في منتهى الروعه. عيوب برج الدلو ان هو متسرع، استفزازي جدا جدا جدا. يعني انت لو في حاجه مضايقاك وحاجه معصباك وتيجي بقى ايه تبين له غضبك، هو من جواه ممكن يكون زعلان ومتضايق بس عمره ما هيبين لك، بيبقى كانه لابس ماسك تلج، استحاله يبين لك ان هو متعصب او متضايق او انت وجعته فضايقته. لا هو في الحتة دي كتوم جدا، بيحس ان هو يعني كبرياءه وشخصيته صعب قوي ان هو يتحط في موقف ضعف ويقولك ان انت جرحتني او ضايقتني او وجعتني، هو صعب عليه قوي كده فما بيقولش خالص، لكن بيتعامل معاك ببرود متناهي كأنك مش موجود. وهو يبقى هيموت عليك من جواه وانت وحش عايز تطمن عليك، بس انسى طالما انت حطيت نفسك في الموقف ده خلاص هو بقى يعني انت بتسألش عليا وما بتدورش عليا وانا اللي هدور. طب خلاص هو بقى يعني يعمل اكتر بقى منك، فانت تتفاجئ هو بيعمل كده ليه. طب ما انت دايما هو رد فعل، دايما برج الدلو بيكون رد فعل لتصرفات الاخرين، دايما بيحاول يمتص غضب اللي حواليه. بصوا برج الدلو بالنسبة لي زي الاسبونج اللي هي السفنجة، لما تقعد معاه بيمتص الطاقة السلبية اللي جواك
والله يا جماعة الكلام ده بجد حقيقي، بيمتص كل حاجة، شحنات غضب عندك، بيمتص الزعل اللي جواك والطيبة، تقوم من معاه حاسس ان انت كنت في جلسة علاج نفسي، حاسس ان انت مبسوط، حاسس ان انت مرتاح. هو بير اسرار لاصحابه، مش ممكن يحكي سر بينه وبين حد، فدايما الناس بتروح له وبتحكي كل حاجه وهي متاكده ومطمنه ان الكلام ده مش هيطلع بره، بيقولوا له كل حاجه وهم عارفين ان هو مش ممكن هيتكلم عليهم، بس هيديهم النصيحه الكويسه وهيقول لهم لا بلاش السكه دي وبلاش تكملوا كده. دايما هو عنده الحاسه السادسه بتبين له الرؤيه جدا وبتحسسه اللي جاي ايه، فاهم؟ بيمشي وهو مطمن، يا بيبقى قلقان بيرجع ويكمل من حته تانية. فدايما رجل برج الدلو او المراه هتلاقوهم عندهم كده تصالح مع نفسهم قوي، وعندهم يعني زي الدكتور النفساني، يعني زي ما تروح بالظبط كده لدكتور نفسي تقول له انا جاي اقعد معاك شويه دكتور، عايزه احكي معاك، تلاقي نفسك كده قايم من القعده عندك راحة نفسية وهدوء. عمرهم ما يقابلوا حد بغضب او بزعل، مهما كانوا زعلانين او مهما كانوا متخانقين او مهما كانوا متضايقين او عندهم مشاكل، استحالة استحالة يقابلوك وهم مكشرين، او تحس ممكن يبان على وشهم ان هم متضايقين من حاجة، لكن هم مش هيقولوا لك كده ولا هيحسسوك ان هم فيهم حاجة او متضايقين خالص. برج الدلو من اكتر الابراج اللي هي عندها تسامح وتصالح مع نفسهم. عيوبهم بقى، العيوب انانيين شويه، متسرعين جدا جدا، متسرعين بدرجه فظيعه، متسرع في علاقاته، متسرع يعني عايز واحده النهارده عارفها بكره الصبح بيحبها بعد بكره اتجوزها كده على طول، ما نفعش خلاص ننهي العلاقه ونشوف علاقه تانية. فدايما رجل برج الدلو متسرع جدا، طبعا استفزازي بالدرجة الأولى، لأن هو يعني ممكن يسيبك تتشال وتتنكت وتتحط وهو قاعد هادي بيتفرج عليك عامل لك كده، طيب وبعدين يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ ده رد برج الدلو على طول، يعني خير يعني. وكمان ان هم لو مشيوا من حياة حد ما بيدلوش فرصة تانية ابدا. ليه بقى؟ هو بيكون في الفرصة الأولى دي عمل كل حاجة ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش عشان يمسك في اللي قدامه. هو بيحب الناس جدا وبيحب اللي قدامه جدا، وبيعدي حاجات كتير قوي وبيفوت حاجات كتير قوي علشان يفضل ماسك في اللي قدامه، مرة واثنين وثلاثة وعشرة يفوت، بس خلاص لو جه على حاجة تافهة جدا ممكن تلاقيه مشي مشي ومرجعش، وتصحى الصبح ما تلاقيهوش، خلاص هو انتهى من حياتك، عملت معاه موقف صغير. طب انا عملت حاجات قبل كده كتيرة واكبر من كده وانت سامحتني، بس انا خلاص مش معنى ان انا مشيت في الموقف التافه ان انا ببص على الحاجة التافهة، لا انا كان في حاجات كتير قوي كبيرة انا عديتها، بس خلاص انا وصلت المرحلة مش قادر اعدي. هو ده رجل برج الدلو، وهو ده برج الدلو عموما، لو مشي من حياة حد ما بيدلوش فرصة تانية وما بينبهوش ان انا همشي، هو فجأة بيلاقيه اختفى خلاص. يا رب اكون قلت لكم مزايا وعيوب برج الدلو. على فكرة برج الدلو من اكتر الابراج الرومانسية، متصنف ثالث برج في الطيبة، بيحب اللي يتعامل معاه يشوفه من جوه، بيحب اللي يتعامل معاه ما تعاملوش في ظهره، بيحب اللي يتعامل معاه يكون كريم في مشاعره وكريم ويعرف قيمة الشخصية اللي معاه. دايما هو بيبقى عايز اللي قدامه يتعامل معاه، هو شايف نفسه ان هو ذو قيمة عالية جدا، فبيبقى عايز الناس اما تيجي تتعامل معايا لازم تعاملني ان انا حاجة قيمة في حياتك، وان انا حاجة مهمة جدا ومش حاجة يستهان بيها. لو حد في حياته برج الدلو يقول لي الكلام ده صح ولا غلط. برج الدلو من الابراج الجميلة جدا، الرومانسية الحالمة الهوائية اللي طايرة على طول في السماء بتحلم، بس هم من الابراج اللي ما فيش فيهم ديفوهات كتيرة قوي او فيهم حاجة ممكن تخوف او فيهم حاجة ممكن تضايقك. هو طبعا في الغيرة، يعني احنا هنتكلم بعد كده على الابراج الغيورة وحعمل لكم فيديو واقول لكم ايه برج الدلو فين، في الغيرة ما بيشوفش.
يا رب اكون وصلت لكم.